الأوضاع الصحية في فلسطين بالغة الصعوبة، فبالإضافة إلى القضايا الصحية الشائعة في كل بلد، ثمّ وضع سياسي معقد هنا، ونقص في المياه، وقيود على حرية التنقل، وفقدان الأمل. As for the healthcare in Palestine. عانى القطاع الصحي تراجعا كبيرا أثناء الاحتلال، وعندما تولت السلطة الفلسطينية والحكومة إدارة المستشفيات وجدتها في وضع صعب للغاية، لذلك بدأت السلطة الفلسطينية بتطوير القطاع الصحي مرة أخرى، لكن ما يزال هناك الكثير من الأشياء المفقودة مثل المرافق وتدريب الأطباء والمتخصصين من ذوي الخبرة المحدودة. فعندما يحتاج شخص ما إلى أخصائي يضطر للذهاب إلى الأردن أو إلى إسرائيل. الصحة العامة غير مستقرة، والمستشفيات الخاصة باهظة التكاليف. وعلى النقيض من هذا الوضع الصعب، هناك مبادرات رائعة كتلك التي تدعمها جمعية الأرض المقدسة في بيت لحم، وهي تحدث فرقاً. منذ أكثر من 10 سنوات تلتزم جمعية الأرض المقدسة بتقديم إجابات محددة لأولئك الذين يحتاجون إلى الاعتماد على خدمة الطوارئ والرعاية الطبية. هذه إشارات صغيرة نحاول تقديمها وقت الحاجة. تعمل المؤسسة كجسر بين المحتاجين والذين يستطيعون تقديم المساعدة. قبل بضع سنوات أنشئت شبكة من المنظمات المسيحية المحلية بهدف الاستجابة لحالات الطوارئ. ماذا يعني هذا؟ المحتاجون يلجؤون إلينا ويأتون إلى مكاتبنا ويلتقون مع مرشد اجتماعي، ثم ندرس الحالة ونتصل بالمستشفى. يتم تمويل المبادرة من خلال تبرعات الرعاية والعائلات والمتعاطفين مع المحتاجين، ففي عام 2018 فقط تلقت جمعية الأرض المقدسة أكثر من 480 طلب مساعدة لإجراء تحاليل كلينيكية وعلاجات طبية، وقد استجيب إلى 320 حالة منها. بالنسبة لأخذ القرار مثلاً بكون مش سهل، لأنه كل حالة لازم تندرس على حدة معينة. مثلاً في حالة بده يسوي فحص معين، عمره 60 سنة، بده يعمل فحص في هداسة، بس مجرد فحص 40,000 شيكل، فما بنقدر نغطي كل المبلغ. يعني القرار بكون قد ما بنقدر نحن منساعد، بس ولا مرة بكون المبلغ كله كامل. الجمعية العربية هي إحدى المستشفيات التي تستقبل المرضى من جمعية الأرض المقدسة. لم نرفض أبداً مريضاً معوزاً، ويستطيع المريض الذهاب إلى الدائرة الاجتماعية لتقييم حالته، ثم نتصل بالمنظمات الأهلية الفلسطينية الأخرى القادرة على تقديم المساعدة، ونعمل معاً لمساعدة المريض. أحياناً لا يمكننا الحصول على التمويل اللازم، لكننا نواصل المحاولة. نحن نعمل بروح الفريق، ونسعى جميعنا لتحقيق الهدف نفسه. الصحة حق إنساني أساسي للجميع، وهي أساس الديمقراطية. منذ بعض الوقت كان لدينا أسبوع مزدحم، فقد اخترنا 7 أشخاص لكي يخضعوا لعمليات جراحية كبيرة دون أن يدفعوا أي شيء في المقابل، لأن التكاليف تحملها المستشفى والعديد من الأطباء المتطوعين من بريطانيا ودول أخرى. ثمة أمثلة للتضامن والوحدة في أرض يسود فيها الانقسام، حالات حقيقية يمكن من خلالها التأكيد على أن كل مريض هو إنسان في المقام الأول.